الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صدق الله العلي العظيم. لماذا الانتظار؟ أخطر إلى ذهنك أي شيء نافع ترى أنه يحتاج إلى الانتظار، سواء كان شيئا عاديا أو كان شيئا مهما جدا. والسبب في كل موارد الانتظار الصحيح هو كلمة واحدة، كلمة لكي ينضج. أي مورد من موارد الانتظار الصحيح، الانتظار الذي تقتضيه الفائدة التي يرجوها الإنسان، سبب هذا الانتظار هذه الكلمة لكي ينضج. نبدأ من الأمور العادية. المرأة في المطبخ تنتظر، لماذا؟ لكي ينضج الطعام. الانتظار هذا انتظار صحيح، انتظار في محله. سبب هذا الانتظار ما هو؟ لكي ينضج الطعام. المرأة تنتظر 9 أشهر قبل أن تلد، لماذا هذا الانتظار؟ لكي ينضج الجنين، يتهيأ ليدخل إلى هذا العالم، يحتاج إلى مقومات، يحتاج إلى نضج. الطفل يولد ينتظر به 6 سنوات حتى يدخلوه إلى المرحلة الابتدائية، لماذا هذا الانتظار؟ هذا انتظار صحيح، لماذا؟ حتى يصبح هذا الطفل مهيئا
نفسيا فكريا بعض المعارف مهيئا للدخول إلى المرحلة الابتدائية، يعني لكي ينضج. النضج ليس في الأشخاص فقط، حتى في الأفكار. أنت تطرح فكرة معينة في مجال معين، هذه الفكرة تحتاج إلى فترة زمنية إلى انتظار قبل أن تطبق. لماذا هذا الانتظار؟ لماذا هذه الفترة؟ حتى تنضج هذه الفكرة، الأمور السلبية المساوئ من هذه الفكرة تؤخذ، تصبح فكرة جيدة قابلة للتطبيق، يعني تنضج الفكرة. هكذا الأمم، الأمم في وصولها إلى بعض الأهداف الكبيرة يلزم أن تنتظر. لماذا هذا الانتظار؟ نفس السبب، لكي تنضج الأمة. خاتم الأنبياء قبل أن يبعث رسولا كانت هناك فترة انتظار 40 سنة من بداية مولده الشريف. لماذا هذه 40 سنة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله منذ البداية ما كان نبيا؟ قطعا كان نبيا. عيسى بن مريم كان نبيا منذ الولادة، في الساعات الأول من حياته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا عيسى بن مريم، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كان نبيا، نعم، يعني كان يتمكن أن يتحمل أعباء الرسالة. نعم كان يتمكن منذ الولادة. لماذا تأخرت رسالة النبي صلى الله عليه وآله 40 سنة؟ لماذا؟ لأن الأمة، لأن البشر عقولهم ضعيفة، البشر ما كانوا مهيئين، البشر ما كانوا يتمكنون أن يتقبلوا رسالة شخص في المهد، عقولهم ضعيفة. الناس غير ناضجين. إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث في بداية مولده الشريف، الناس كانوا يرفضون. النبي صلى الله عليه وآله جاء لهداية الناس، يريد أن يهدي الناس، فتأخرت رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله 40 سنة، لأنه ما كان في الناس نضج، ما كانوا مهيئين، عقول ضعيفة، لا يتمكن أن يستوعب أن الله عز وجل يعطي الرسالة لشخص في المهد، لا يتمكنون أن يستوعبوا هذا الشيء. إن كان عطاء من الله عز وجل فالعطاء لا يفرق، أن يكون في المهد أو بعد 1000 سنة. هذه المعادلة البشر ما كانوا يستوعبونها. الله عز وجل أخر إلى أن حصل شيء من القبول، شخص عمره 40 سنة الناس يتقبلون منه، عند ذلك الله عز وجل بعثه رسولا إلى الناس. هكذا الانتظار الطويل الذي نعيش فيه. سبب هذا الانتظار نفس السبب. سبب الانتظار الذي كان لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بالدين الكامل، اليوم أكملت لكم دينكم، سببه ما هو؟ الناس غير مؤهلين، غير ناضجين،
الناس لا يفهمون رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس المشكلة موجودة اليوم. النبي صلى الله عليه وآله جاء بالدين الكامل، تطبيق هذا الدين الكامل يحتاج إلى حجة من الله عز وجل، إمام مفترض الطاعة من الله عز وجل. الناس يرفضون، الناس الذين كانوا يرفضون رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله اليوم يرفضون إمامته حفيده. نفس المشكلة. المشكلة أين؟ لا يوجد هناك نضج. الناس ما وصلوا إلى درجة التسليم لشخص يأتي من قبل الله عز وجل. هذا الشيء الناس لا يفهمونه. الله عز وجل يقول انتظروا، غير مؤهلين أن أرسل لكم هذا الشخص. الله هو الله، الإمام هو الإمام، الخطة الإلهية لنشر العدالة في الأرض هي الخطة الإلهية، موجود كل شيء موجود. لماذا الإمام لا يأتي؟ المشكلة مشكلة الناس. لكي ينضج الناس، هذا الأخير، الله عز وجل امتحن الناس ب13 معصوما في قمة درجات العصمة، قتلوهم، ما منا إلا مسموم أو مقتول، خلاص الحجة تمت على الناس. هذا الشخص الله عز وجل يبقيه إلى أن الناس يصبحون بشرا حقيقيين. هذا البشر الذي هو بصورة البشر وهو أشبه ما يكون إلى الحيوانات بل هم أضل، هذا البشر حتى يصبح آدميا يفهم، ينضج، يتمكن أن يتقبل هذه الحجة من قبل الله عز وجل، هذا الإمام من قبل الله عز وجل، عند ذلك الله يرسله. لا حجة للناس على الله، لله الحجة البالغة. خلص أكثر من هذا الامتحان. أرسل رسول الله قتلوه، أمير المؤمنين قتلوه، الصديق الكبرى قتلوه، الإمام الحسن قتلوه، الإمام سيد الشهداء قتلوه، خلص. بس 13 معصوما في قمة درجات العصمة قتلتموه، خلص. البشر يحتاجون إلى نضج. متى ما حصل هذا النضج الله عز وجل يرسل. الله عز وجل جواد، الله عز وجل معطاء. ثم الانتظار، كلما كان الشخص المنتظر أعظم كان الانتظار أصعب، وكلما كان الشيء المطلوب أهم كان الانتظار أطول. هذه قاعدة في الماديات واضحة، نفس هذه القاعدة في المعنويات موجودة. مرة أنت تطلب تعلم معلومة واحدة تحتاج إلى 5 دقائق، مرة أنت تطلب أن تصبح عالما كبيرا تحتوي آلاف ومئات الآلاف من المعلومات تحتاج إلى 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة من الدراسة. كلما كان الشيء المطلوب أكبر أعظم الانتظار يكون أطول. بنو إسرائيل انتظروا موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، احتاجوا إلى 10 سنوات من الانتظار. طبعا السنوات، سنوات الانتظار كانت صعبة جدا. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.
عظيم. الآن جاء موسى بن عمران. البشر كانوا، الذين كانوا يعرفون هذا الشيء، هذا الشيء الذي بشر به الأنبياء، كانوا يتوقعون بعثة خاتم الأنبياء محمد. احتاجوا إلى مئات السنوات من الانتظار على فترة من الرسل، من عيسى بن مريم مئات السنوات، الآن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فترة كانت طويلة جدا وصعبة جدا. بنو إسرائيل كانوا ينتظرون أن يأتي موسى بن عمران لنشر العدالة في بقعة معينة في فترة زمنية محددة لفئة من البشر. طال الانتظار سنوات، وكان الانتظار صعبا، فكيف يكون الانتظار لشخص يريد أن يبسط العدالة لا في مقطع زمني محدد، إنما إلى آخر الدنيا، لا في بقعة مكانية محددة، إنما في كل الأرض، لا لفئة من البشر، إنما لجميع البشر، بل وحتى لغير البشر، للجن والحيوانات وحتى الجمادات. هكذا عدالة يريد أن يحققها. والمنتظر من هو؟ المنتظر هو رسول الله، هو أمير المؤمنين، هو الإمام الحسن، هو الإمام الحسين، هو الأئمة عليهم الصلاة والسلام، محمد وآل محمد. هكذا منتظر. الفترة تكون طويلة، وقد كانت طويلة، وتكون عصيبة، وبالفعل كانت ولا زالت عصيبة. ولكن يأتي يوم ينتهي هذا الانتظار، يأتي يوم الناس يسمعون نداء أتى أمر الله. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب كمال الدين ينقل حديثا بسند صحيح جليل عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: أول من يبايع المهدي جبرائيل. طبعا الإمام عليه الصلاة والسلام يستعمل الاسم الخاص للإمام صاحب الأمر الذي يقال له، أنا أبدلت هذا الاسم باسم المهدي الشريف. أول من يبايع المهدي جبرائيل، ينزل في صورة طير أبيض. طير لا يعني طير طائر صغير، لا، يعني يطير بهذه الصورة، والبياض لعله بسبب أن هذا الشيء علامة للعدالة، علامة للسلم، أو أمثال ذلك، لعل ذلك يستفاد من بعض الروايات الشريفة. ينزل في صورة طير أبيض فيبايعه، ثم يضع جبرائيل، ثم يضع رجلا على بيت الله الحرام ورجلا على بيت المقدس، ثم ينادي بصوت
منطلق تسمعه الخلائق، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إن شاء الله نسمع هذا الصوت، إن شاء الله يكون قريبا. ولكن هناك خطأ وقعت فيه الأمم المؤمنة السابقة في فترات انتظارها، وقد وقعنا فيه. الخطأ هو أنه في فترة الانتظار الأمم المؤمنة كانت تفكر في أنفسها. بنو إسرائيل في فترة الانتظار ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في أنفسهم، ما كانوا يفكرون في موسى بن عمران. كانوا يتوقعون قدوم موسى بن عمران لكي يكون موسى بن عمران رافعا لمشكلتهم، يفكرون في أنفسهم. من منهم كان يفكر في قلب موسى بن عمران المتألم؟ لا أحد منهم إلا النادر لعله. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. تفكير في أنفسهم، نحن أوذينا. الذين كانوا يتوقعون قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يفكرون في أنفسهم، يعلمون أن هذه المشاكل، هذه المآسي التي كانت في تلك الأيام، في تلك السنوات العصيبة، لا ترفع إلا بقدوم النبي صلى الله عليه وآله. كانوا ينتظرون النبي لأنفسهم. الذين كانوا ينتظرون رجوع الخلافة الحقيقية الظاهرية إلى صاحبها، إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كانوا يفكرون في أنفسهم. ما كان أحد منهم يفكر في أمير المؤمنين، في آلام أمير المؤمنين. والدليل على ذلك أنهم تخلوا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هم الذين كانوا ينتظرون، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون، كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يقول عليه السلام: بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. هؤلاء كانوا يفكرون في من؟ يفكرون في القلب المتوجع لأمير المؤمنين؟ ولا أحد منهم يفكر في أمير المؤمنين إلا النادر لعله، إلا أمثال مالك ومحمد بن أبي بكر لعله. في فترة الانتظار يفكرون في أنفسهم. نحن اليوم وقعنا في هذا الخطأ أم لا؟ من منا يفكر في إمام زمانه؟ في جروح قلبه؟ الإمام قلبه مجروح، يتذكر ما صنع بآبائه الطاهرين في كل يوم: لأندبنك صباحا ومساء، وإلى يومنا هذا. القضية ما كانت وانتهت، لا، إلى يومنا هذا. إهانات تلو الإهانات لآبائه. أبو طالب مات كافرا، هذه الكلمة كم تجرح قلب الإمام؟ عبد المطلب كان كافرا، آمنة بنت وهب كانت كافرة. هذه الكلمات لا تجرح قلب الإمام؟ يقال لأبيه كافر؟ يقال لأمه كافرة؟ نفكر في قلب الإمام؟
إذا قام أحد منا وقال فلان أو فلان أو فلانة كفار، منا أناس يقومون في وجهه، لماذا تكفر؟ لا، نحن لا نرضى بتكفير فلان وفلان وفلانة، ولكن هم بأنفسهم يجلسون مع أناس يكفرون أبا الإمام، يكفرون أم الإمام، يكفرون جد الإمام. هذا عادي، هذه المناظر، هذه الأمور لا تجرح قلب الإمام. هؤلاء يرضون أن يجلسوا مع أناس يكفرون فلانا وفلانا؟ أبدا، منا لا يجلسون مع هؤلاء وهم منا ساعة واحدة، ولكن يجلسون مع من يكفر آباء الإمام. هذه آلام، جروح. ثم المآسي التي تحدث للمؤمنين للشيعة، هذه تجرح قلب الإمام. إذا أردنا أن ندعو نقول إلهنا فرج عنا، نفكر في أنفسنا، ارفع هذه الغمة عنا. نعم، الإنسان يدعو لنفسه، يدعو للمؤمنين، هذا شيء حسن، ولكن قبل الدعاء لأنفسنا ندعو للإمام أم لا؟ قبل أن ندعو لتعجيل الفرج لأنفسنا، يأتي الإمام حتى يكون فرج لنا، قبل هذا ندعو أن يكون فرج للإمام، أن تشفى جروح قلبه بظهوره الشريف. هكذا دعاء ندعو نفكر أصلا. وقعنا في نفس الخطأ، أعمالنا كيف يا أخي؟ الناس يجرحون قلب الإمام، أرواحنا فداء ذلك القلب الأطهر. هل نجعل بلسما على قلب الإمام بأعمالنا ونحن نعلم يقينا أن أعمالنا الصالحة تفرح الإمام؟ الإمام يفرح بأعمالنا الصالحة، على الأقل أولئك يصنعون كذا، نحن نكون في هذه الجبهة على الأقل بأعمالنا الصالحة. ندعو لأنفسنا بعد الدعاء للإمام، ندعو أن الله عز وجل يكشف هذه الغمة عنا، بعد أن ندعو أن الله عز وجل يكشف الغم والهم عن قلب الإمام، أرواحنا فداء. الدعاء الأول تعجيل فرجه، لا تعجيل فرجه لأجلنا، تعجيل فرجه له. ما هي قيمتي أنا وأمثالي؟ فرضا نزلت علي أنواع من البلاء، لا شيء، الدنيا ماشية، الأساس هو الإمام، أرواحنا فداء. نعم، الدعاء لأنفسنا صحيح، هذا شيء أمر به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث الشريف نقله الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف عن المفضل، بإسناد عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: أما والله ليغيبن إمامكم سنين من دهركم. ولتمحصن حتى يقال مات، قتل، هلك، بأي واد سلك. ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر. تنقلب، فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه
وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة. الرايات الكبيرة، الرايات الصغيرة كثيرة، هذه الرايات الكبيرة. ولا يدرى أي من أي. معاصي، المعاصي ليست فقط معاصي دنيوية، معاصي دينية هذه العياذ بالله، هي أصعب بكثير من المعاصي الدنيوية والعياذ بالله تعالى. قال المفضل: فبكيت ثم قلت: فكيف نصنع؟ هذا الشيء الذي يأخذ ديننا، ماذا نصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال المفضل: فنظر الإمام عليه الصلاة والسلام إلى شمس داخلة في الصفة، فقال الإمام عليه السلام: يا أبا عبد الله، المفضل كنيته أبو عبد الله، الإمام عليه الصلاة والسلام خاطبه فقال: يا أبا عبد الله، ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. فقال عليه السلام: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. ألا نجد هذا الشيء؟ أمرهم ليس أبين من هذه الشمس؟ هل توجد ذرة شك في قلوبنا أبدا؟ الذي يريد أن يعرف الله عز وجل أوضح له: تحصل مآسي حتى دينية ليذهب غير الصافي، ليذهب غير النظيف. أما الذي هو نظيف يريد أن يعرف، يذهب لا يبقى أبين من هذه الشمس. أبارك لكم الذكرى السعيدة العظيمة العطرة بميلاد سيد العصر وصاحب العصر وإمام الزمان حجة الله على الخلائق بقية الله الأعظم الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. اللهم بحقه نسألك وندعوك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.